اهلا بكم في فيديو جديد من قناة عالم الحيوانات. سايمون رأى هذا الضفدع في صندوق الخس الرومي، لم يصرخ ولكنه كان مندهشا. عندما وجده سايمون كانت درجة الحرارة 25 درجة، لهذا لم يقدر أن يتركه. حول سايمون صندوق الخس إلى حوض سمك. كان هدف سايمون أن يرجع توني تلك الليلة. وجده سايمون في الحمام جافا على وشك الموت. ذهب سايمون إلى المتجر واشترى حوض سمك خاص به، لأنهم لم يعرفوا أنهم سيحتفظوا به أم لا، لهذا حوض السمك كان مؤقتيا لكي لا يهرب. كان يريد سايمون أن يفعل شيئا أخلاقيا ولضمان سلامة توني. تحدث سايمون مع عملاء الأحياء وقالوا له أن من الأفضل أن تحتفظ عليه لأنه لن ينجو في البرية. إذا أعجبك الفيديو لهذه اللحظة اشترك في القناة واضغط زر اللايك. لهذا اشترى له سايمون حوض خاص به ليشعر بالراحة. منذ أن حصل على حوض جديد لم يسعى إلى الهروب مجددا. توني يحصل على الكثير من الصراصير ولديه الكثير من المكان للاختباء. يعتقد سايمون أنه سينسى فكرة الهروب. لمشاهدة المزيد من المقاطع اشترك في القناة واضغط زر الجرس واكتب لنا رأيك عن الفيديو وأرسل رابط القناة إلى أصدقائك.